كثير من النسوان بيشتكوا بيخبروا انه كيف ازواجهم بيجوا بيوعون الصبح كرمال يمارسوا الجنس، ومش كل امراه، وبركي انت كمان حابه تمارس وبعدها ما مفرشه اسنانها وبعدها طالعه من احلامها وتعبانه. بس ليه الرجال بيحبوا يمارسوا الصبح؟ منا سر ومنا شيء غريب، لانه الرجل كل 90 دقيقه بالليل رح يصير عنده بنسميه الانتصاب الليلي. هذا الانتصاب موجود كرمال يحفز الدوره الدمويه بالعضو، واخر انتصاب ليلي هو الانتصاب الصباحي. لذلك الرجل بس يوعى بيوعى مع انتصاب، فبحس انه جسمه في بقلبه حركه جنسيه وكانه في اثاره، لذلك رح يطلع باله انه يمارس ويستفيد من هالانتصاب. سبب ثاني هو انه التستوستيرون اللي هي هرمون الرجوليه، اعلى شيء البيك تبعه للقمه تبعت الافراز هي الصبح، فبس يوعى الصبح الرجل رح يحس برغبه جنسيه، هذا الشيء ما رح تحسه المراه لانه ما عندها هالقد تموجات بالتستوستيرون، هي كمان هرمون موجوده عند المراه وكمان بتاثر على رغبه المراه. ثالث سبب هو انه الصبح بعد الرجل ما لحق يفكر بالهموم وبالتعب، فبيوعى من دون خوف من فشل بالاداء، من هيك كمان رح يحب يمارس الصبح. هلا اذا انت ما بتحب كثير الممارسه بالصبح لازم تحكي مع زوجك وتقولي له انه على القليل يقول لك قبل بليله تتحضري حالك نفسيا. إذا بتحبوا تعرفوا أكثر عن تفضيلات الرجال أكيد تابعوا الفيديوهات الموجودة على قناة لوليا وعلى القناة الخاصة فيي، وما تنسوا كمان تشتركوا بالسوشيال ميديا تبعولتي، وبرجع بشوفكم أنا مرة جاي. باي باي.